وهذه يكة. ألعب يا غشيم. كفو يا عامر، شكله بتكبت عليهم. هاي انتو ياو، وين جرى الاستراحة؟ اخلص علي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. من وين طلع ذا يا عيال؟ شكله طلع من شايب السبيت. هقول اترك البربرة انتو ياو وجيب جرى الاستراحة. اخلص اخلص. هلا هلا مع ابوي. ها السواق؟ ايوه. صب لي شاي. لا اسطرك انت انهاج اللي من ورطي دافع ابو 15000 ريال. الحين منين نجيب لكم سواق؟ يلا 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 مع السلامه. اسمعتوا ياو، 9:30 الصبح اشوف ايجار الاستراحه قدامي. تسمع ولا لا؟ طردكم طرد. وش الدبره يا عيال؟ لازم ندبر اجار الاستراحه. ترى لو ما جاء الاتصال وانشغل بهرجة السواق كان كرشنا برا الاستراحة. اي ايش تبغى؟ مالها الا انت شكوش يا ابويا؟ مطفي الريال ما عندي. لا يا حبيبي، انت السواق. انا ايش؟ انت السواق. ايش تقصد؟ اقصد انك تنكر بزي سواق ونسلمك لابو عبيد، ناخذ ال 15000 ريال ونسدد الاستراحة. والله عامر جابها صح. يا جابها صح. ايه يا ابو ياسري. يا حبيبي يا شكش يا حياتي، كلها كم يوم ناخذ ال 15000 ريال ونسدد الاستراحة وبعدها هج. يعني سلم نفسك ونضبطك. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. جبت الإيجار؟ لا، جبت سواق. سواق وين هو؟ هذا هو، تعال. هذا من أين جايب والمأخوذ هذا؟ من عند واحد من أخوياي عنده انتداب خارج المملكة وما يحتاجه، جبت لك على طول سيدة. هني بعد حي هالوجه عامل. يا حبيبي يا حبيبي والله هذا موقفك والله ما انساه طول عمري. عاد عندك اسبوعين جربه وبعدين نتفاهم. يا حليل والله. وش اسمه هو؟ من هو؟ هو السواق. ها شكشاك، تعال 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 يا شيك ومدري شكشاك شيك اخو مدري. هل هذا كله هالقرشية هذه برا؟ تسمع واللي منك خلص نظفت هذا تروح للسطح ومثله لا يبقى شيء من هالوصخ. هذا كله؟ اي كله. طيب بابا. اي بعدين انت ما شاء الله عليك بين ابن حلال وتحب الشغل، من هالقميص اللي انت لابس هو لك ولا لجدتك؟ حقه انا. حقك انت. ايوه. اي يلا نظف 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 انت وشوارباتك. نظف تلف شكلك. وش تقول؟ لا ما ابي كلام، دهين كله سوي تنظيف، كله تنظيف. شكش ما ادري وش قاعد يسوي الحين. لا ينكبنا يا شيخ. يا شكش يا شكش، وش مسوي انت الحين؟ حسبي الله عليكم، والله ما اخليها لكم، وربي لا اوريكم واحد واحد. اقول اثبت وخلك رجال، انت ما تستحي على وجهك، تراك تضحي علشان اخوياك. ما شاء الله عليك جاسم، مبسوط تطقطق بجوالك. هات 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 الجوال. وهذا انت مالك الا ابو كشاف ابو تريك. تسمع وجهها طحيحي يا طوير الذوبه. تسمع ورانا شغل. قم قبلنا جيلو جوال، قبلنا جيلو جوال، انا جوال انترنت دهين جوال ابو كشاف. والله لا اوريك يا عامر والله. شف الصخان هذا تفكه زين وتطلع القلب. القلب خربان مبطي ومحلي، تاخذه وتروح للمحل حق السباكه وتجيب واحد جديد مثله وترتبه. فهمت؟ بس بابا انا سواق ما ابي كهربائي. خي ادري انك سواق، لكن عندي بهذا لازم تعلم الصيانه المنزليه. انت افتهم انت وشواربك هذي مشتراه. ما يبقى تعليم. وشو؟ جيبوا مفك. امسك. فك
فوق 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 يا بلا اللقف اللي يلقفك. أسطرك أنا أسطرك. فك إسعادها. وش بلاك وش بلاك؟ شكو هذا أكو كهربا. طف طف هذا. يا خذ بغيت أروح أنا بغيت أتشلوط. يا طحيحي يا طوير الذوبي يا الجلبوني متكسبه تسلولو. يا اللي قلبي تلا تشايكل تلا هالعمل بتشليدة. نظف نظف تحت 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 كويس أبيه يلمع لميع. تسمع تلا هالعمل بتشليدة. ايقف 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 يا عامر أبيك ايقف. سم يا عم آمرني. هلا يا بعد حي بعامر. هلا هلا تو ما نورت الحارة. عامر أنا جزمت إن شاء الله أني أخذ العامل واعتبر الاستراحة مدفوع حقه لمدة سنة كاملة رأس برأس زين. بس إقامته وجوازه وين يا عامر؟ ها أوراقه وجوازه مع كفيلة وكفيلة مثل ما أنت خابر مسافر. أنت مش تبي بأوراقه؟ خلاص الرجال عندك أكرفه. والله على خير على خير. الله يكتب لي ابو خير. الا يا عم طلبتك. ابشر والله بس سعد. ابي شكشاك يغسل سيارتي. عقل ما طلبت يا بعد حي انت. يا انت يا الدلحي طوير الذوبه. امشي امشي غسل سياره عمك عامر وفركه فرك يا متلامع. وجه الطحيحه المتقسمات سنونه. نبيك راضي يا حبيبي. غسل يا الطحيحي يا طوير الذوبه. فلتو كبي كبي قمتا ابتو اربل ويرا وكيري تمارا تمارا نام كي ميني واد او سعودي انت؟ ايوه سعودي. والله كويس هذا سعودي مية مية. سر يا شيخ. هي لا اقول لك صديق. لا 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 انا ما يبقى صديق. انا يجي هنا شغل يبقى شغل يا كافل. يلا يلا مشغل السيارة يا ام عبيد تبي تروح مشوار. يلا ابو عبيد دله دله على بيت ام شكش ابيها تروح معي للسوق. يلا يلا تسمع تطلع يسار مع الشارع. انا اعرف بيت ام شكش. شلون تعرفه؟ شوفوا كل يوم روحوا مسجد روحوا بيت روحوا مسجد. مسجد. يلا يلا هم شغل السياره. يلا روح للمول على الشارع العام فهمت؟ اوكي ماما. حي الله اختي ام شكش. شلونك شلون العيال؟ الحمد لله طيبين. صلى الواد شكش دام غلبني لو كم يوم غايب عن البيت. اوف عاد الشكوى لله يا اخويتي. ايش نسوي شباب هالايام كل واحد شوره من راسه. ما نقول غير بس الله يهديهم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. اما عيونه زي عيون ولد شكش وخشمه كمان. يا بنتي حياتك دي بس خليه ينتبه للطريق زين. ماما انا ما بعرف هذا فين مول. امشي يمين يمين. ايش بك وقفت؟ الظاهر انه فيه تفتيش. اسمع جهز بطاقتك يا ولد. واه فين راح ذا الولد؟ حسبي الله عليك. والله لو تقرعوني لبكره خلاص انا خلاص صبري انتهى. افا يا شكش افا. تجحد اخوياك. اخوياك ها؟ تخليني اغسل سيارتك يا نبل. تمثيل تمثيل علشان ما يشك فينا ابو عبيد. تمثيل لا تمثيل ولا شيء ما يجي. يا ابن الحلال انتظر علينا بس. اجا اجا ابو عبيد يا جماعه. يا عامر يا عامر اريح حالك. كسكس المجرم الحاش المجرم. اي مجرم؟ المجرم السواق اللي جابوا لي عامر خلى الحريم بالسياره وانحاش. وش ذا؟ وش هو؟ ازهلها مالك الا اللي يجيبه. انا اعرف مكانه. اسمع يا عامر ان جبت لي السواق الاستراحه سهره كامله لك مجاني. لا تحاولوا والله ما يجي وربي ما يجي. اصبر وتحمل يا شكش وخلك رجال نكفو.
انت كلام كلام كلام، انا ما يبقى كلام، انا ما يبقى كلام مع انت. من الاخر انا ما في كفو. لا يا شيخ، عايش الدور. ها ترى ما نبي ابو عبيد، انا اتكلم زي الناس. اشكش يا ابوي، حاول تقنعه. ترى الكرف اللي نكرفه معاه والراتب هذا مره ما يجي، خليه يزود الراتب. احمد ربك، ماكل وشارب وفوق هذا راتب وخادم من اخوياك بعد. عيونكم مستحمل. هيا اسكت يا فقي، خلينا نكمل خطتك التعبانه. لا بطل. لا لا ايش دعوه، بس تدري انك ضبط الدور. ايش هذا؟ ها يا اتحداك يا كبير انت. هذا سواقك يا عم ابو عبيد، لقيناه بدوار العويضه. يا هالي ما تستحي، تبي تنهاش؟ ها تبي تنهاش؟ خاف الله يا عم، هذا في ذمتنا، وبعدين ترى انسان ياكل ويشرب واذا ضربته يزعل. والله لولا عامر هالوجه الطيب بذمتي لا تمردخك بهذا، يا وجه الطحيحي يا الجلموني يا طوير الذوبة. وش دريك؟ انت قلتها وسمعتك. اسمع، امشمش لغرفتك وتنظف والبس زين، عندي عزيمة الليلة. يلا واسمع كلام عمك ابو عبيد، ها خليك محترم. يلا تعال قل اسف. يلا اسف. حب راسي انا بعد اسف. حبه مرة ثانية أبي تنطق له صوت. أسيف يا الطحيحي. خذ. إيش هذا؟ هذا ثوب، هل حين تلبسه يا طويل العمر وتضبط روحك، عندنا عزيمة الليلة علشان تزهو يا رجال. يلا. وجه الطهيني ذويبة السارة. يا الطحيحي يا طوير الذوبة يا الجلموني، تعلمه زين علشان تقوله لأخوياك، لا تمردغ ببطنك. قم البس ثوبك. يا هلا يلا حيهم، يا هلا ألف هلا. كسر يكسر يدك، مد باليمنى الفنجان وامسك الدلة باليسرى يا ملا القصب. ما شاء الله على عامك يا ابو عبيد، والله انه نشمي. هبك شكله ابن حلال ابو عبيد، قلت عندي واحد مثله. هبك عاملي انحاش ودي واحد ينقل حلالي بكره. منين ينقلوا؟ من حفر العتش الرمحيه. ابشر والله بس عاد، ولا يهمك، خذ شو كاش ما ادري شو اسمه هذا، ولا خلصت من وجبه. هبك ما ابي، وشو اللي اخذه؟ ابي اخذ لي عامل باليوميه واريح راسي. علي الملازيم اللي تاخذه. لا ما بيقولوا علي ملازيم، خلي هو يجيبه آمن رخيص أحسن. علي الملازيم اللي ياخذك، وعلي الملازيم غصب عليك، وعلي الملازيم لقص شاربك، ومخصوم عليك، وعلي الملازيم، وعلي الملازيم. طم افتح باب الديانة. يلا تعال الحرش، تعال شيلها واحدة واحدة، وانت بلا تتعور، وعلى مهلك، ولا تنسرق، ولا حد يلعب عليك، خلك رجال. بسرعة جيب باقي الحلال هنية. بسرعة. عوذة 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 يا ولد طوير الذوبة، هل عاملن بكلون وشو؟ ها؟ بعدين مروح مطنط انت، ايش بلاك؟ اسمع، راح جيب لنا تروش وتنظف، وجيب لنا خبز ولبن. اخلص اخلص يلا يلا. هاي وربي خلاص خلاص يا ابوي، طفشت من نفسي، احس عقلي كذا بيوقف، ابغى ارتاح. تنى تنى بكبر. اقول اسكت، لا اطف في وجهك الحين. بيب بيب بيب. وكمان تطقطقوا يا ابوي، احمد ربك انت هو اني وافقت. ايه احمد ربك انت اني وافقنا. يا ابن الحلال خليه يقعد معنا اليوم ويفلها. ايوه وفلها، وابغى فتره نقاهه كذا. ابو عبيد في سابع نومه، خلينا اشيل الشنب وريح وجهي. لا لا تشيله كذا احلى، بعدين اخاف ابو عبيد يطلع لنا فجاه. طيب اسمعوا، عندي لكم اقتراح، ورا ما نطلع اليوم نكشت كشته كذا حلوه، ومنها يغير جو شكوش. ايوه
يلا على الكاشكا يا بوي، على الكاشكا يا بوي، وعلى الكاشكا يا بوي، على الكاشكا يا بوي، وعلى الكاشكا يا بوي، وعلى الكاشكا يا بوي. سلامات سلامات، انت هو شكلكم اقتنعتني سواد. يا حبيبي يا حبيبي، بس علشان ما تنسى الدور حقك. وربي ما امشي من هنا الا لما واحد فيكم يركب قدام. خلاص خلاص، بس انقز هنا، انا اللي بسوق. بالعيال يا ابوي خلاص، ترك اشغلتنا، انت اشغلتنا. ها يا عيال، وش رايكم في التطعيس؟ يا لبئه يا عامر، طلبتك ابي دوره. ابشر بعزك، ما طلبت شيء، بس باخذ لي فر انا. اوكي اوكي، هلا بالعيال. بشوش على السياره عيال. اسكت يا سواد. هذا وين راح؟ هذا وين راح؟ لو امسك ودق 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 ودق، وهالحين منجلب ولا عامل بروحه ولا ومكسر سيارتي. لو امسكك بس يا السواق، يا السواق، واوريك اوريك انا. شايب عيني وشايب. وين انت مولي من اليوم؟ من اليوم اتحرك جاسم بهذا، وش ولي دوج بك؟ جايب مصيبه انت. بابا انت عارف هذا كله شارع تهويله في هفريه، هفريه في تهويله، عشان كذا تاخير. تعقب وتكذب وتخزي. هذا وشو؟ ايش بلا شاربك طال؟ هذا عشان انا اكل رز ابيض بدون بروتين. لا تاكل رز ابيض، كل احمر اخضر، بس شاربك ليقى زين. يلا اتحداك السيكل البطل. كمان جاي تطقطق يا ابو احمد، ربك بالع البلاوي دي كلها وساكت. افا يا شكشاك افا، ما راح ننسى لك الموقف ذا. اقول سري ترى زعل ذا. سري طيب لفه يا هو. سلامات سلامات، طالع من الشر. انتو مين؟ المنتخب. استهبل، ان اخوياك ما عرفتنا. ايش الهرج يا ابويا؟ والله شكل الراجل ضربه في وجهه. وش فيك انت، نسيتنا؟ انا فين؟ وش الدبره الحين؟ شكوش كلاها مساكين وكل السبب مننا. سلامات، وش دخلنا حنا؟ هذا قضاء وقدر، لا تقعد تسولي فيها دراما. بس كيف شكوش؟ والله برا حالته تعبانه. ورا ما تطلع مناديل وتقعد تبكبك. ايه سلامات، سو فيلم هندي قدامي، سو فيلم هندي. ايه انت وياه، وش مجلسك بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وش جابك هنا؟ جاي باستراحتي وبكيفي. واسمع انت وياه، الاتفاق اللي بيننا ترى ملغي. افا يا ابو عبيد افا. افا ما افا، اسمع، السواق اللي جبت لي هذا ما استفدت منه شيء، وما خليت مستشفى ما عالجت ابوه، تسمع، وطالع من المولد بلا حمص انا، وتبي تسكن بالاستراحه بلاش؟ لا. والحل؟ الحل عندك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. جبت لك سواق على كيف كيفك. كفو، وين هو؟ اركض بديتك.